ما أدري يعني هما كلوز مع بعض ويطلعون ويردون مع بعض من زمان يعني ربع، بس سالفة كشت رومانسية هذه ما أعرف عنها. نوال إيش قاعد تقولي؟ الله يا ذا أنتي معقولة ما تدري إن عامر يحبها؟ ما تدري أنتي قوتي قالت لي أول واحدة، وأكيد أنتي مشجعت على هالموضوع مو كذي؟ إي أعرفه من زمان، بس ولدي كان يبي يخطبها لكن ما أعرف إيش صار من بينهم، مشاكل عوار راس لوية، ولدك هذا مو مضبوط وأكيد هو سبب المشاكل. إيه زي عبد، أنت ما تشوفين إن هذا هو الوقت المناسب ولا إيش رأيك؟ والله شوف أنا أحب دلال وايد، لكن تعرف إن عمشة رفيجتي أخاف يتزوجون ويصير مشاكل وأنا أخسر عمشة وهي أجرب واحدة لي. لا 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 شو تخسرين يا الله يا تاج، شو تخسرين؟ إحنا للحين على البر وما صار شيء، بعدين في 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 مثال حي قدامك أصلاً، يعني محمد وبدرية إيش بك حالاتهم بينهم هذه هاي العلاقة توالفين مع بعض في انسجام يعني علاقة. يعني مثلنا حبيبي. أحلى منه طيور حب. اللي أبي منك شيء واحد، إنك تأخذ لبيتك عجيب روحي، هالشيء صعب ولا شنو بالضبط؟ ما يصير يا بنت الحلال، أنت تبين أهد أمي أنا؟ يا مدري أنا قاعد أكلمك ماشي السيدي. هذي طيور حب اللي تقول عنهم؟ حسدناهم حسدناهم يا حمد. إيش قاعد تسوي كذي معي؟ يا بنت الحلال أنا أدري أنت ما تحبين أمي، بس هذه أمي أنا أحبها. وأنا شكب أمك، ها شكب أمك. أنا ببيت بروحي عجيب روحي. يا محمد يا بدري الله يهداكم يا يبا، تو قاعد نمدحكم ونقول انكم طيور حب وحسكم ما ينسمع، ايش فيكم فجأة فصحتوا الحلقة بتتهاوشون بالشارع؟ وين تبين نتهاوش؟ تبين نتهاوش بالصالة؟ بعدين اقول لك شيء، ايه تبين اكره امي؟ مو عاد مثل حياة مع امك، هو يحب امه. عمي عادل فش من شغلات، بلش من شغلة، بلش من شغلي، بلش من شغلي، توسعين على وجهك مرة تترجين عشان اشتغل مرة تقولي لا لا، ترى بيخرب شغلك، حذرتك انا. خرب شغلي؟ والله العظيم انا اذكى موظف عندك اصعب عليك بس. نعم صحيح والله بيخرب شغلك. ما يصير تقولون كذا يا احمد. ايش في جنيتي؟ اي يوم من جنت؟ يوم امه اذبحتني وطقني واذتني، وهم بعد تقول عني دبه، تصدقين؟ هي صدق، انا الحين اللي بدب بكرشك يلي ما تستحين على وجهك. ايش بيكم صاير؟ مو صاير شيء، ارتاحي. الا صاير؟ يما حتى لو زعلانه ما توقفين معاي، ايش فيك؟ بدير احشمي نفسك ها؟ احشمي نفسك. اهدي اهدي حبيبتي، اهدي وريلاكس ودخلي البيت ارتاحي شويه، اوكي؟ شنو دخلي البيت؟ هي هو بيت ابوك ولا بيت امك تعزمين الناس فيه؟ هي هي ايش بيك تخبلتي؟ ايش بيك؟ شايفه جني؟ انت كلها خلي راسك براسي، شاده وياي، ما تقوليش خطيه حرام بنتك. وش تقول هذه؟ اقول يا بدير ان طلعتي برا البيت ها؟ حشيت رجيلك حش، تفهمين؟ والله ان كلام خالتي عمتي عمشه كله صح، كلامها كله صح. محمد خلاص خلاص يا جماعة، خلينا ندش داخل البيت عن الفضايح قدام الله وخلقه بس خلاص. لا أنا ماني بفاضية مشغولة. لا بس مجزع مجزع حياته مسعد. خلاص خلاص تفضلوا تعالوا. حياته حياته إن شاء الله إن شاء الله. حياته مسعد، حياته هلا والله، حياته حياته الله مسعد. ليش تسوي فينا؟ ما أدري عنك يا بنت الحلال، أنا ما أقدر أعيش بدونك والله. والله أنا أقدر أعيش بدونك، بس يعني دلعني شوية خلاص. يلا خلنا نشتغل.